Lakers. مانيش نغني الراب باش يعطيني ديسك دور ولا قولو بسيكو ان في الراب انتي لو بلي فور. انا مانيش نغني الراب ونستنى في التصفيق، نعرف باللي شارح حلمي يجيك نهار منها وتفيق، وكي تفيق ما تلقى عندك اوكين ايدونتيتي، ما تفرقش بين الميراج لا رياليتي. لي بونسي نتاعك ليميتي والمخ تاعك محدود، بار اكزومبل خدم مخك فيما قبل الوجود، في الغيب في الخلود في الروح في الماورائيات، تو يضيع عليك الحق وينغمس في الشبهات. نحكيلك كيما كاين نذكر فيك لكن نسيت، الانسان قد ما يوصل به العلم يبقى بسيط، قد ما يطلع ويتطور ديما تلقى فيه عيوب. عطيتك الواقع وباش نعطيك المطلوب، ما تعملش على مخك، مخك ماهوش ديما صحيح، مخك كيما ورق الخريف يطيرها الريح. بارفوا يهزك للحق وبارفوا للانحراف، وكان هزك للانحراف هذاك مناش نخاف. تكثر الشبهات عليك وتزيد تحير، في الدنيا ما يعود عندك حتى تدور وتأثير، ما يعود عندك حتى رأي حتى قيمة حتى فايدة. لوغ بلاستيك في الدنيا تولي زايدة، العقل وحده ما يكفيش، لازمك معاه ثوابت، لازمك الحكمة باش على الحق تبقى ثابت. ونعرف لي بكلاميك جو با شونجي لو موند، هذاك علاش مانيش نغني الراب باش نعود دي جوند، ولا يقولوا هذا يخرج دي زالبوم كيف لي بوم، خاطر غدوة ماني هاز معايا شي دولا طومب. انا جوست عبد من عباد الرحمن، نقول في كلام رزين معبي الكل بيان. انا ماني شي حاجة كبيرة، انا حقير امام الله، نتمنى نكون عبد صحيح والحق ديما معاه. الراب عندي وسيلة ماهوش غاية، نوصلها ونوصل به الناس الهداية، نوصل للناس تعرف حقيقتها في الأحياء. باسكو الراب كلمات مفتاح لمعرفة الذات، مالغري مانيش إمام ومانيش خطيب، مي يمكن تشوف الكلام تاعي شوية صعيب، خاطر نعتمد العلم، رابي مركز على سيونس، يمكن يكون هذاك هو سبب ما بيسونس. ونتبع طريقة ومنهج البحث على الحقيقة، وباراليل نمشي مع الدين خاطر عندي فيه ثقة. كلامي هو الفصل بين العقل والجنون، والمنطق نتبع ما نعطيش رأي بالظنون. الراب تاعي ميلونج بين البرهان والمنطق، والريزولتا تلقى حق وحده قاعد ينطق. نقدر نرد ونجاوب بيه على الشبهات، ونحاول بيه نرجع المبادئ اللي تنسات. وامبوسيبل نكون كيما الفلاسفة اللي ضاعوا، ندافع على الشيء وندافع عن النقيض نتاعو. الوغ نقفلهم كي موقف قبل سقراط، نحقق في الاختلافات ونصحح الاغلاط، ونحقق في انحراف الفكر والاعمال، ونجادل كل انسان قلبه على الحق مال. اونفان راب مراية تعكس شخصية صاحبها، ولي بارول ترجم قوة الانسان اللي كتبها. يمكن يكون الراب نتاعي دونجور وقاتل، الراب حق وفطرة الانسان تحب الباطلة، وطريق الحق صعيب والحق مطلوب بذاته، برشا ناس تبعوا طريق نتاعو يا خي ماتو. يمكن تكون لافان تاعي لاشيز اليك تخيك، يمكن كي الكنيسة قبل نكرة كوبرنيك. اما ان شاء الله نكون لاخر نهار عند وعدي، الموت ولي بارول نتاعي تبقى حيا بعدي.